تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل يوم الثلاثاء، اللي يبعد يوم واحد عن يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع. نصبح عليكم في اليوم الجميل من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء نرحب بالطاقة الموجود معنا اليوم، معي في الإخراج المخرج ناصر السليمي، صباحك الله بالخير ويعطيك العافية ناصر. طبعا دائما معانا في التنسيق ميرا الغفري، صبحت الله بالخير يا ام خليفه. ومعاكم الدكتوره ندى الملا اليوم، ومعي محمود بعد طبعا، اكيد صبحك الله بالخير يا محمود. النور والسرور دكتوره. طبعا اليوم هو ثاني يوم من ايام منتدى دبي الصحي اللي بدا اعماله امس في مدينه جميره، وكنا موجودين هناك امس وعن طريق الهاتف اخذنا عدد من الضيوف المتميزين اللي غطونا جانب من منتدى دبي الصحي. هاي دعوه اليوم للي ما حضر امس وفي عنده مجال يحضر اليوم، لان فعلا المنتدى غني بحلقات النقاشيه، بالحديقه الالكترونيه التابعه له، في ابتكارات رائعه في مجال الطب. فهذه دعوه للجميع انكم تروحون. اذكركم بارقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام. عموما دكتورة ناخذهم في دراسة اليوم. تقول الدراسة أن تناول الأم الحامل للفيتامينات قد يساعد في الحد من خطر التوحد عند الطفل، حيث توصل الدراسة حديثة إلى أن تناول الأم لهذه الفيتامينات في أثناء الحمل قد يساعد على الحد من خطر التوحد عند الطفل. وبحسب الدراسة التي اشتملت على أكثر من 45,000 طفل، فإن تناول الأمهات لمكملات الفيتامينية قبل وأثناء الحمل يرتبط بتراجع خطر التوحد عند الأطفال. قاد فريق الدراسة الباحث ستيفن ليفن من جامعة حيفا، واشتملت على آلاف الأطفال المولودين في الفترة بين عام 2003 و2007، والذي قام الباحثون بمتابعتهم حتى عام 2015. كما قام الباحثون بجمع بيانات حول تناول أمهات الأطفال لحمض الفوليك أو المكملات الفيتامينية قبل أو أثناء الحمل، ووجد الباحثون بأن تناول الأمهات للمكملات الفيتامينية قبل الحمل يرتبط بتراجع خطر التوحد عند الأطفال بنسبة 61%، وأن تناول الأمهات للمكملات الفيتامينية في أثناء الحمل يرتبط بتراجع خطر التوحد عند الأطفال بنسبة 73%، وذلك بالمقارنة مع الأمهات اللواتي لم يتناولن تلك المكملات قبل وأثناء الحمل. وبحسب الباحثين فإن تناول الأمهات لحمض الفوليك والفيتامينات المتعددة قد يكون وسيلة مكملة للوقاية من التوحد. طبعا جرى نشر نتائج الدراسة في الثالث من شهر يناير الحالي في مجلة الطب النفسي التي تصدرها الجمعية الأمريكية للطب. طبعا محمود سبحان الله، دراستنا اليوم تتماشى مع مكالمة جميلة كانت مع دكتورة مريم مطر في بث مباشر مع الزميل رشا الخرجي، كانت تتكلم عن أهمية الفيتامينات خصوصا الفوليك أسد. فيا أمهات دائما احنا دائما لما نقول حق الأمهات، حق النساء بشكل عام، ان يحرصوا على أخذ الفيتامينات، تقول لك ما له داعي انا اكلي زين. لكن احنا لو نلاحظ نظامنا الغذائي احنا اليوم واحنا ناكل، بنلاحظ ان احنا نفتقر لكثير من العناصر الأساسية المفروض تكون موجودة. مثلا احنا السلطة للأسف لا تلعب دور أساسي في المائدة الحين، مع ما أدري مع انشغالنا، يمكن مع الناس تعايز أحيانا تقصص الخضر يعني وتأكلها. حتى منتجات الألبان، المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن إحنا ما نأخذها، فضروري جدا نأخذ هالفيتامينات. ومن أهم الفيتامينات طبعا فيتامين دال، نحرص دائما وأبدا أنكم تأخذونه. فيتامين دال نساء ورجال تاخذونه، والنساء نشدد عليهم اكثر، لان احنا مشكلتنا النساء ان احنا معرضات للاصابه بهشاشه العظام، فضروري ناخذ فيتامين د وضروري ناخذ الكالسيوم.
شو الفيتامينات الثانية؟ في ناس دائما تفكر ان الفيتامينات الموصى بها ناخذها فقط فيتامين د والكالسيوم وخلص، لا، حتى الفوليك اسيد. الفوليك اسيد فيتامين ب مشكل، فيتامين ب في ناس تعرفها بالحبة الوردية لونها وردي، ضروري ناخذ كل الفيتامينات حسب وصفة الطبيب. ممكن نسوي فحص بسيط ونشوف قراءات الفيتامينات هاي وتاخذون الفيتامينات على اساسها، لا نعتمد فقط على المصادر الطبيعيه، لان للاسف ما نحصل على كفايتنا. لازم تاخذون كميه كبيره، يعني عشان ناخذ مثلا فيتامين الف من الجزر عشان يقوي النظر، لازم تاخذون تقريبا 5 كيلو من الجزر اعتقد، او كميه ضخمه، والناس ما تقدر تتناول هالكميه طبعا. فالمكملات الغذائيه تساعد، وارشدد على كلمه مكمل غذائي، يعني اللي يتبعون نظام غذائي قاسي، رجيم قاسي، ويعتمدون فقط على المكملات الغذائية عشان تمدهم، فهذا تصرف خاطئ. هو مكمل غذائي، يعني أن يكون أكلي متكامل وأخذ مكمل غذائي عليه عشان يساعد جسمي الأداء بوظيفته بشكل أفضل. طيب دكتورة، في أثناء في أدوية الواحد يأخذها أو بروسس معين، يعني المرأة بالتحديد قبل ما تفكر أنها تحمل بست شهور، ما اتذكر شو المعلومه هذه، بس اذا بتعطينا هذا، اعتقد فيتامينات او اشياء معينه تاخذها ان تهيئ نفسها عشان تحمل، تهيئ الجسم. ما اشدد انه مو تزيد فرص الحمل، في نساء عندها انه لو خدت معنا بحمل يعني في فرص اكبر الحمل، لا، تهيئ جسمك. اذا ان شاء الله صار حمل يكون جسمك مهيئ اكثر، اللي الفوليك اسيد والفيتامين د والكالسيوم. ورد اشدد على الفيتامين د مع الكالسيوم، لا تاخذ الفيتامين د من غير الكالسيوم، لان المشكله مثل ما قلت احنا اكلنا لا يحتوي على منتجات الألبان بقدر كافي عشان يعطينا بعد الكالسيوم. شو يعني هيئ جسمي عشان الحمل؟ يعني لما يستوي الحمل يكون عندي مخزون في جسمي عشان يعطي الطفل. المشكلة عندنا في أطفالنا إن لما النساء يحملون مخزون اللي أنا عندي يكون غير كافي، بالتالي تلاقي معظم النساء محمود لما يحملون آلام العظام عندهم مستمرة. في حال مدوك هذا شيء طبيعي مع الحمل، لا، مو شيء طبيعي أن يكون عندك آلام شديدة مستمرة في العظام بسبب أن أنت أصلا عندك ما عندك مخزون كافي من الكالسيوم. فرجاء يا أمهات، فيتامين دال كالسيوم وفوليك أسد بشكل مستمر. طيب في حال ما أخذوا هذه الفيتامينات شو ممكن يصير؟ طبعاً يعني هذه دراسة قالت لنا ممكن الطفل يعني يكون عنده توحد، يعني إذا ما أخذتيهم في نسبة كبيرة الطفل يكون عنده توحد، في نسبة كبيرة أنت يصير عندك هشاشة عظام في أسف الهاب والشيت. أنا عبالي بتقولين في نسبة كبيرة هي يصير عندها توحد. لا كيف يصير عندها توحد؟ يصير عندها هشاشة في العظام في سن مبكرة. طبعاً إحنا النساء عندنا الحمد لله عامل وقائي، الهرمونات النسائية تعطينا عامل وقائي إلى سن انقطاع الهرمونات النسائية، ولكن في نساء يجيهم هشاشة عظام قبل، في نساء صغار محمود، في بنات شبت عمرهم 38 سنة 40 عندهم هشاشة عظام. وكيف اكتشفت؟ كيف اكتشفوا؟ طاحت وانكسر فيها عظم، والطيحة كانت جدا بسيطة، يعني كانت تركض مثل ما نقول تخرطفت، أو يعني شو تخرطفت بالفصحى؟ تعثرت وصار عندها كسر. طيب عموما ما ننتقل ان شاء الله بعد الفاصل للحديث عن منتدى دبي الصحي، هذا المنتدى الذي تقام اعماله برعايه كريمه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث تنظم الهيئه هذا المؤتمر في بدا تنظيمه، يعني بدا الافتتاح من البارحه 15 واليوم اخر يوم 16 يناير الجاري. هذه اعمال الدوره الثانيه لهذا المنتدى، وايضا مثل ما قلنا انه هو يميز يعني القطاع الصحي بشكل كبير من خلال هذا التنظيم الرائع، من خلال انطلاق يعني دبي نحو التحول الى وجهة رائدة عالميا في مجال الرعاية الصحية المبتكرة. صحيح، المبتكرة. ليش المبتكرة؟ ما نعرف وايد تفاصيل عن هذا المنتدى بعد الفاصل. فاصل أعزائي المستمعين وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. دكتورة، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مجموعة من الفيتامينات التي يجب أن تأخذها المرأة، يعني إذا كانت بتهيئ نفسها للحمل، أو إذا كانت أيضا يعني حتى لو ما كانت متزوجة محمود، يعني قبل من عمر صغير إحنا نقولهم كيف عم زوجتها، يعني
يعني حتى من سن المراهقة تأخذ الفيتامينات. أوكي، إنزين متى يجب فحص فيتامين دال بعد الاستخدام؟ بعد الاستخدام بعد كورس 6 شهور، يعني تأخذون فيتامين دال كورس 6 شهور، بعدين تقيسون معدل فيتامين دال مرتين أخرى، وبعد هذا أخذوه إلى الأبد، لا تعيدون التحليل كل مرة. أوكي، طيب الآن ننتقل إلى مدينة جميرة حيث تقام أعمال الدورة الثانية من منتدى دبي الصحي 2017. هذا المنتدى 18. الذي أو 18 هذا المنتدى الذي تدور مناقشات القمة السنوية فيه من خلال يعني استضافة قيادات استثنائية في مجال الصحة وصناع القرار والمخططين والأطباء من داخل الدولة وخارجها، يناقشون مجمل القضايا الصحية العالمية. معانا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد الذي يتجول في أروقة هذا المنتدى لينقل لنا تفاصيل يعني الجلسات والضيوف، ويعمل لنا بعض اللقاءات اللي ممكن من خلالها نستفيد ونسلط الضوء على أبرز العناوين في هذا المنتدى. صبحك الله بالخير يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامج صحة سعادة. محمود أنا متواجد في مقر منتدى دبي الصحي 2018 بنفس النشاط محمود ونفس الكثافة، كثافة الحضور. يتواجد العلماء والخبراء والأطباء وصناع القرار في قلب هذا الحدث المهم، منتدى دبي الصحي، في ورشات العمل المختلفة، في المحاضرات والجلسات المفتوحة لمناقشة مجموعة مهمة بالغة الأهمية من القضايا الصحية والمستقبل. أذكر الأعزاء المتابعين وأذكر محمود باليوم، اليوم الثاني وهو اليوم الأخير، يشهد مجموعة من المحاضرات والندوات المهمة، منها ما يدور حول الخدمة والأساليب المبتكرة في تقديم الرعاية المثلى والأفضل للمرضى، وموضوعات تانية حوالين تدور حول الابتكارات في رعاية وسلامة المرضى، حول الأبنية والمنشآت الصحية التي تتوفر فيها معايير واشتراطات الاستدامة، موضوعات أخرى عن أنماط الحياة. الجلسات محمود بدأت من منذ الصباح الباكر وهناك تفاعل يعني مهم جدا بين الحضور. وأذكر محمود أنا حاليا متواجد في منصة الابتكار، والمنصة هي شبيهة بمعرض مصاحب للمنتدى، تستعرض فيها تصحف دبي مجموعة الخدمات والمشروعات والمبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المتطورة التي تتوجه الهيئة لتنفيذها وتعميمها في منشآت هيئة صحف دبي من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات طبية. أشير إلى بعض هذه المبادرات محمود، بعض هذه المشروعات فيما ما يسمى بالنظارة الذكية، والنظارة الذكية إحدى المقتنيات الجديدة لهيئة صحف دبي التي تحرص على استخدامها، وهي موجهة أو وتستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية. زي يعني مو مثل نظارة شرطة دبي. نعم. مش مثل نظارة شرطة دبي اللي تعود السرعة من رادار. هذه النظارة محمود مفيدة في إن هي بتعطي أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية حس عالي جدا للتعايش مع المحيط بهم. جميل. والتعرف على الوجوه. والتعرف أيضا على مسارات المشي والطريق الذي يسلكونه. جميل. مجموعة أخرى من الابتكارات محمود، أنا معايا الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، ومعايا الدكتور خالد لوتا رئيس مجلس الشباب في الهيئة، ومعايا الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي. ممتاز. لكل واحد من الأطباء الأعزاء لدي موضوع مهم. طيب يوسف، نحن ما ناخذ معاك دكتور مروان الملا وبعد ما نطلع فاصل ومنكمل مع الضيوف الآخرين. تفضل. الدكتور مروان الملا في موضوع مهم جدا محمود بتعمل عليه الهيئة، وخاصة عن طريق إدارة التنظيم الصحي، وبيشرف عليه ويقوم عليه الدكتور مروان الملا، وهو موائمة جميع الأبنية والمنشآت الصحية لظروف واحتياجات أصحاب الهمم
دكتور مروان نحتاج توضيح وتفسير وتفصيل للمتابعين الأعزاء. السلام عليكم أخوي محمود. السلام دكتور. أشكرك على الاستضافة. حبيت أذكر اليوم عن مبادرتنا نحن في هيئة الصحة بدبي عن تأهيل المنشآت الصحية تكون صديقة لأصحاب الهمم. نحن بالتعاون مع شركائنا الجهات الحكومية الثانية مثل بلدية دبي وهيئة الطرق وضعنا ما يعرف بدبي ديزاين كود أو معيار دبي للتصميم، وهو خاص بمتطلبات أصحاب الهمم. فنشرنا هذا الديزاين أو المعيار للقطاع الخاص، وعطيناهم فرصة حتى يقومون بتأهيل منشآتهم بهدف الوصول للهدف المطلوب لعام 2020. وطبعا أي منشأة جديدة تطلع ما يتم الموافقة عليها إلا بعد ما يكونوا مستوفين هذه المعايير. فنحن في إدارة التنظيم الصحي عندنا عدد المنشآت الصحية حوالي 3200 منشأة. في عام 2017 قمنا بإعطاء ترخيص ل 300 منشأة جديدة، فكل المنشآت الجديدة تكون مواكبة لاحتياجات أصحاب الهمم. طيب دكتور، يعني هذه المواكبة اللي تقصدها شو اللي لازم تكون من شروط يعني انتم حاطينها على اساس ان المبنى يكون يعني ملائم لذوي الاحتياجات؟ بالضبط، يعني في اشتراطات هندسية مثلا عرض الممرات، وضع مثلا حس يعني على الأرضية تكون في مستوية قادر عليها، مثل إشارات تدل يتلمسها طاقه ذوي الهمم للوصول لمكان يباه في العيادة أتوقع أيضا. طيب إذا حد شاف دكتور منشأة يعني غير مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة شو ممكن يتصرف؟ يقدر يتواصل معنا يعني عن طريق الكول سنتر أو يبعث لنا إيميل بالملاحظات هذه، ونحن بنقوم بالتواصل مع المنشأة ونشوف الأسباب أن هذه مش من يعني صديق الأصحاب الهمم. طيب دكتور، أنتم من خلال حملاتكم شفتوا بعض المنشآت غير صديقة لأصحاب الهمم؟ طبعا يفترض إذا كانت منشأة صحية المفروض تكون يعني صديقة يعني دي المفروض ولكن في اشتراطات زيادة أتوقع محمود عشان شيء. يعني أخوي وأختي الدكتورة، طبعا المنشآت الكبيرة مثل المستشفيات مراكز الجراحة هذه كلها موائمة. صحيح. والمستشفيات يعني مستشفياتنا موجودة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص معتمدة دوليا يعني. صحيح. سواء من هيئة الاعتمادات الأمريكية أو غيرها. بس يعني إذا في منشآت مش ملائمة تكون هذه منشآت خاصة لفئة معينة، يعني مثلا سواء كانت بأبنية قديمة أو كانت عيادات يعني مخصصة أكثر شيء للعمال. زين، فهذه المنشآت اللي هي حاليا غير موائمة. طيب دكتور، أنا أبغي أخذ يعني مشاركتكم في منتدى دبي الصحي، كيف تقيم هذه المشاركة؟ كيف تشوف المنتدى؟ تعطينا فكرة عن أهم الأشياء كملخص اليوم الأول اللي شفته؟ صراحة المنتدى يعني هي الدورة الثانية هذه السنة، ونحس أنه في تطور كبير ويغطي كافة المجالات الصحية يعني، ونشجع الكل للحضور والاستفادة من هذه الجلسات اللي تتكلم عن تطور في المجال الصحي واستشراف المستقبل، سواء كان عن طريق الجينوم، التقنيات الحديثة اللي بتساعد في المجال الصحي مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. احنا عندنا في دار التنظيم الصحي ان شاء الله بنكون متبنين هذا البلوكتشين في برنامج شريان الجديد اللي متأملين انه ينزل في 2018 في اكتوبر، فراح يكون يعني في التقنيات الحديثه من الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين ان شاء الله. ويعطيكم العافيه دكتور. انا يعني بستاذنك وبستاذن يوسف سعد. يوسف اذا تسمح لنا نطلع فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل ما نرجع لك ونكمل مع ضيوفك الكرام اللي متواجدين معاك في منتدى دبي الصحي. فاصل وراجعين مستمعينا. صحه وسعاده.
سعد الله مساكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة ندى على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. أنت ليش كنت تسرق قلمي؟ لا أنا كنت أبغي أكتب لك شيء غششت من شو تقولين. غششني بس خلاص. يلا أنت تقول الحين. إنزين خلاص نرجع حق الزميل يوسف سعد موجود معانا في أروقة منتدى دبي الصحي في دورة الثانية، والذي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. يوسف سامحنا عاد قاطعناك نحن أثناء هذه التغطية لأن تعرف الفاصل يعني ضروري، بس نرجع ونشوف شو التفاصيل الموجودة التفاصيل الأخرى اللي تتواجد معك. محمود أذكر مرة أخرى معي ضيفي الدكتور خالد لوتاه رئيس مجلس شباب الهيئة، ومعي أيضا الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي تبع لهيئة الصحة. دكتور خالد لوتاه من خلال المنتدى وعلى جانب المنتدى كان في حدث مهم وهو يخص إطلاق مجلس الشباب، تنظيم أول حلقة نقاشية لمجلس الشباب، إطلاق أول مبادرة لهذا المجلس اللي هي العيادة الطبية اللي يمكن وسائل الإعلام تناولتها اليوم، عيادة زايد التطوعية. هيحدثنا عنها الدكتور خالد لأن هيئة الصحة لم تجد فرصة مناسبة أكثر من هذا المنتدى الحاشد لإطلاق العيادة والإعلان الرسمي عن مركز عن مجلس الشباب اللي حدثت عنه رئيسه الدكتور خالد لوتاه. السلام عليكم أخوي محمود، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم عن هذه الاستضافة. طبعا في منتدى دبي الصحي كان في دعم كبير من هيئة الصحة لمجلس الشباب، وكانت لنا مشاركات عدة يعني، وإحدى هذه المشاركات هي استضافة حلقات شبابية، وهي مبادرة من الإمارات للشباب، وكانت أول حلقة شبابية نظمها مجلس الشباب هيئة الصحة في دبي. وطبعا نحن استغلينا هذه الفرصة وأطلقنا مبادرة كنا نعمل عليها بفترة سابقة، وهي مبادرة عيادة تطوعية مجانية بإدارة الشباب وبتشغيل كامل من الشباب. نحن استغلينا هذه الفرصة نطرح المبادرة أن نبغي نسمع آراء الشباب حول هذه المبادرة، شو الأشياء اللي ممكن نحسنها أو شو الحلول التحديات ممكن نواجهها. وطبعا شرفنا في حضور هذه الحلقة النقاشية معالي القضية الضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكانت عنده مقترحات صراحة جدا جيدة بحكم خبرته في الأعمال التطوعية، وشجعنا كثير صراحة في هذه المبادرة. ممتاز. طيب نحن نتمنى لكم التوفيق لأن أنتم دوركم كبير دكتور خالد، ونتمنى إن شاء الله يعني المزيد من النجاح وأنتم الأمل في مستقبل الرعاية الصحية. يوسف عندك مزيد من اللقاءات ولا تفضل؟ محمود معي الدكتور فوزي، والدكتور فوزي لديه أحد أهم الابتكارات دكتور فوزي الصفدي أيوة. المحسوبة أو المسجلة باسم دبي. نعم. دبي مسجلة باسم دولة الإمارات، مسجلة باسم هيئة الصحة دبي. صحيح. وهو عنده التفاصيل العلمية والطبية اللي نقدر نسمعها منه إن شاء الله. السلام عليكم أخي محمود. يا هلا دكتور. السلام. هلا دكتور. السلام عليكم، كيف صحتكم جميعا؟ الله يسلمك، تفضل دكتور صفدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحن سبق وتكلمنا عن تقنية ترميم الصمام التاجي، يعني هو عبارة عن ترميم استحداث أربطة خاصة انطلاقية، يعني تتيح عدم استبدال الصمام والمحافظة على الصمام الطبيعي بشكل انه يصبح يعني مفيد للمريض على المدى الطويل. جديد الحمد لله بفضل الله اصبح تقنية لها قبول على مستوى العالم، وخاصة في الولايات المتحدة عندما عرضنا هذه التقنية في معرض الجمعية العالمية لجراحة المناظير الذي اجرى في ابو ظبي في مستشفى الملك ابو ظبي بحضور جراحين كبار من جميع العالم، وأبدى مركز هيوستن ميثودست دبيري هارت سنتر في هيوستن تكساس إعجابه بالتقنية، ووجه دعوة
لعرض هذه التقنية بنية اتباعها في هيستر ميثود. وإن شاء الله الأسبوع القادم بمعية معالي مدير عام هيئة الصحة سيكون متواجد إن شاء الله في هيستر لبحث وضع اللجنات الأولى لنوع من التبادل والتعاون العلمي مع هيستر. وحتى أن هذه التقنية مهتمين فيها في برنامج الأبحاث بالطباعة الثلاثية للأعضاء، يعني ممكن طبعا إجراء الطباعة الثلاثية من قرض المريض صمام المريض، ومن ثم تطبيق تقنية التصدي بغية إصلاحها في بشكل افتراضي، ومن ثم تطبيقها على المريض مباشرة بشكل أنه لا يكون هناك أي تردد يعني يذهب عن هدف مباشرة. وهذا يكون إن شاء الله يعني بهمته ومساعدة الصحة ودعمها واصل من البرامج المجددة. شكرا لك. الحمد لله. كمان أصبح عندنا الآن سيموليترز، يعني عندنا آلات محاكاة أنتجت من الألف إلى الياء في ورشات عمل هندسية في مستشفى دبي بالذات، وقام فنيين ومهندسين في مستشفى دبي بإجراء بتنفيذ هذه الآلات المحاكاة، وهي يعني تعطي الصورة الحقيقية لوضع العملية الجراحية بحيث تستطيع الأطباء يعني أن تدربوا عليها. وهذه الآلات المحاكاة عرضت وقبلت في معرض في مؤتمر جمعية عالمية لجراحة المناظير، وأبدى كثير من جراحين العالم إعجابهم بهذه الأجهزة التي تتميز ببساطتها وبقلة كلفتها. يعني شكرا لك يا دكتور، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. طبعا اللي يبغي يتعرف على تقنية الصفدي موجودة تعرض ضمن يعني أعمال منتدى الدولة حديقة الابتكار هذه أو المعرض المبتكر المصاحب. يوسف نحن شاكرين لك هذه التغطية. شكرا لك يا يوسف، يعطيك العافية يوسف. طبعا نحن اتمنى لك التوفيق. نحن متوجه ايضا الى في عندنا الدكتور بعد شوي بيدخل معانا زين. طيب شكرا لك يوسف. دكتورة يعني نحن بس نبغي نذكر بجدول أعمال اليوم، يعني اللي تبقى معنا من أعمال. إذا عندك الجدول. عندك؟ عندي الجدول. اليوم في اليوم ما شاء الله حافل نفس أمس في عدد من الورش. في ورش بتكون عن الابتكار في عالم في تقديم الرعاية الصحية للمريض، الابتكار في انفاق في النظام الصحي، يعني كيفية ان انا اسخر الموارد اللي انا عندي في النظام الصحي عشان يعطيني افضل نتيجة. وطبعا نفس ما في الحديقة الالكترونية التابعة للمنتدى محمود في هناك شركة تعرض هدفها الاساسي بناء مباني خضراء نظيفة. ركزت هالشركة مو ان انا اشوف ان انا أمنع المرض عن طريق أسوي تحاليل المريض، لا، أمنع المرض عن طريق المباني الصحية، عن طريق التحكم في الهواء، عن طريق التحكم بالماء، بالعوامل البيئية اللي حواليني. فاليوم في حلقة نقاشية عن هذا الموضوع أيضا. جميل. هذه أيضا راح ترتقي بمستوى الرعاية الصحية في المجتمع. وأيضا نحن معنا الآن عبر الهاتف دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. دكتور حدثنا عن مشاركتكم في منتدى دبي الصحي، وأيضا عن الانطباع العام لهذا المنتدى، وأهم ما لفت نظرك من خلال هذه المشاركة. نعم طبعا مشكور أخي محمود. الحقيقة المنتدى عبارة عن تظاهرة صحية تجمع مجموعة من الخبراء في القطاع الصحي من مختلف قطاع العالم، وتجمع لكثير من الابتكارات الصحية والتطورات المستقبلية في مجال الصحة. في الحقيقة كان في جلسات جدا ممتعة وجدا مفيدة. يمكن من الجلسات اللي لفتت انتباهنا البارحة الحقيقة كانت محاضرة من الدكتور جوان انريكيز اللي هو المتخصص في علم الجينوم الوراثي. كان يتكلم عن مستقبل الصحة من وجهة نظر علم الجينات، والحقيقة كانت محاضرة جدا ممتعة، ويمكن كانت شيء مختلف، طرح وجهة نظر مختلفة تماما من ناحية التطور علم الجينات الصحية.
فمن الأشياء اللي ذكرها على سبيل المثال أن الطفرة الصحية السابقة رفعت مستوى الحياة في المرحلة اللي طافت من 30-35 سنة إلى 70 سنة عن طريق في صناعة اللقاحات والأدوية المختلفة اللي طورت زادت من عمر الإنسان نتيجة التطور الطبي. القفزة القادمة راح تكون عن طريق علم الجينات اللي هو عن طريق إعادة كتابة الشفرة الوراثية، وبالتالي إذا كان في مرض معين فهو موجود في الشفرة الوراثية، وبالتالي يتم إصلاح الشفرة الوراثية وإزالة الشفرة المعتلة وتغييرها بشفرة وراثية سليمة، مما يعني أن احنا ممكن نطبع أعضاء، مثلا ممكن واحد يطبع عضو كلية، قلب، كبد، وبالتالي الطفرة في الجينات الصحية ممكن تزيد متوسط حياة الإنسان من 70 سنة أو 79 سنة حاليا إلى ما يزيد عن 120 سنة مع التطور المستقبلي، وبالتالي على مدى العشر سنوات القادمة الطفرات المتوقعة في الجينات الصحية راح يكون لها دور كبير. فالحقيقة كانت هاي واحدة من المحاضرات اللي جدا أثرت الحضور وكان لها صدى كبير، وأثبتت أن حقيقة إمارة دبي دائما تنظر إلى التطورات الصحية وتحاول تكون جزء من صناعة مستقبل الصحة في العالم. دكتور أنا بوقف عند هذا الموضوع لأن أنتوا دعوستونا الصراحة في القطاع، أخاف آخر شيء تقرعونا وتحطونا باركود على على عراسنا. ما تمشي ما شاء الله. ترى هو الحين يقول لك مثل ما أنت تروح الحين تشتري شيء في عندك بيكون جينيتك برينتر، البرينتر هذا بيطبع لك شو تبى، بيطبع أغذية، بيطبع أعضاء بشرية، بيطبع اللي تبى، وعن طريق الباركود، يعني الباركود فيه المعلومة المطلوبة، تحط الكود يطبع لك اللي تبى. دكتور حيدر تذكر كان لما كنا احنا صغار كان في الافلام الاجنبية كان عن المستقبل، كان في تشيز شي صغير يحطونه في الميكروويف يدقون نزل تطلع وجبة كاملة، كنا نقول كيف هكذا، الحين شكله بنوصل هالمرحلة. كيف هكذا كيف هكذا شقايتي. دكتور يعني انا احيانا السؤال هذا على نفس النمط، اخترعوا شيء حق الشعر ولا لا؟ والله هو من ضمن التقنية هاي انت تقدر تطبع شعر، فتطبع الشعر وبينزرع مباشرة وبيكون شعرك نفسه، لان الخلايا الجذعية اليوم اللي هي موجودة في الانسان، الخلايا الجذعية هي قابلة للتحور حسب الاوامر اللي توصل لها، يعني هاي الخلايا الجذعية ممكن تطبع منها عضو من اي اعضاء الجسم يحتاج للشخص، فلا سمح الله حد مثلا صار عنده حادث، فقد ذراع، فقد شيء، فمن خلايا الجذعية او عنده عضو مريض مصاب بالسرطان لا سمح الله او في مشكلة صحية معينة، فتطبع له واحد جديد. المرحلة الأبعد من هاي اللي هم الحين شغالين عليها لعملية إعادة كتابة الشفرة، فأنت تكتشف من البداية أن هذا الكود في عنده مشكلة وأنه مثلا بعد عدد من السنين راح يصبح عنده سرطان، فأنت تعيد كتابة الشفرة وتشيل مستقبل هذا أصلا، فما يصير معه سرطان بعدين. نعم، هم المنطقة اللي شوي فيها بعض الصعوبة للحين يعني شغالين عليها ما وضحت الصورة بالنسبة له هي الدماغ، لأن أنت كيف تحافظ على الأعضاء ما فيها ذاكرة، وبالتالي العضو تقدر تغير العضو، لكن باعتبار أن الدماغ يحتوي على خلايا ذاكرة، وبالتالي لما تغير الخلية أنت ترجع تمسح وبادي من الصفر. صحيح. فكيفية أكيد. المحافظة على أنسجة الدماغ يمكن كان هذا التساؤل الأكبر بالنسبة لهالنوع من الأبحاث. أعطيك حل. حط له ميموري كارد. حط له ميموري كارد. اتوقع انه بيكون في سنسور داتا تشيب، يعني ان فيها البيانات والمعلومات. ليش حكيم دكتوره والله كل شيء جايز، يعني المرحله ما شاء الله وصلنا في الطب كل شيء ما شاء الله جاهز، وممكن فعلا اقتراح محمود بعد 10 سنين اتذكر اقول كان في مذيع قال ركبوا فيه ميموري كارد وحين استوى فيه. دكتور ليش نحن نطرح مثل هذا الموضوع؟ ممكن نحن نقولها شويه بشكل يعني مزح فيه، لكن يا جماعه الخير هذه الامور كلها قاعده تطرح في هذا المنتدى وتطرح بادله يعني ادله هي مثل ما احنا لما كنا نتكلم سابقا عن عمليه زراعه عضو وزراعه قلب، يمكن في ما 20-30 سنه طافت كانت هاي الاشياء تعتبر احلام تتكلم عنها وتقول هي صح، لكن اليوم اصبحت كلها حقائق واقعه، وبالتالي هاي الطفره القادمه، الثوره القادمه في مجال الصحه، وهي كلها يعني ابحاث بعضها في طور الابحاث بعضها في طور الحقائق، يعني اوريدي انتجوا
أكثر من 30 عضو يعني من أعضاء الإنسان تم إنتاجها بشكل قائم، يعني مش أن هذا راح يحصل في المستقبل وإنما هو حاصل حاليا يعني. صحيح. في شيء ثاني بعد دكتور تبغي تضيفه قبل ما نختم معك؟ نعم طبعا، هاي بالنسبة لليوم الأول. أما اليوم الثاني اللي هو اليوم في مجموعة من المحاضرات المهمة، يمكن مشاركتنا بتكون في جلسة الساعة 3:30 بعنوان Lifestyle Medicine، أو هو تخصص طبي جديد يركز على أنماط الحياة الصحية، وهذا أصبح تخصص في حد ذاته يركز على عملية المحافظة على الصحة من البداية، نوع من أنواع الوقاية لكن كمفهوم متكامل. فراح تكون إن شاء الله تعالى الجلسة هاي في نقاش مع الخبراء في المجال هذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الساعة 3:30 إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. طيب الآن العديد من المواضيع اللي تطرح كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا مناخذ بس لمحة سريعة عن ما تتضمن هذه الوسائل التابعة لهيئة الصحة بدبي. معانا عبر الهاتف الزميلة أسماء الجناحي. أسماء صبحت الله بالخير، وخبرينا يعني آخر مستجدات المنتدى وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي. بصراحة آخر المستجدات إن الحين في ورشة تعتبر ورشة مهمة، مو بس للجانب الطبي، أيضا للإعلاميين وأيضا للمجتمع. راح يتكلمون عن الصحة النفسية ودور الإعلاميين ودور الصحفيين في أنهم ينشرون الوعي الصحي، وأيضا في أن الحد من المظاهرات أو الظواهر الصحية الجديدة اللي طالعة من الأمراض النفسية وغيرها، لأن كل مرة نسمع بمرض جديد. صحيح. شو عنوان الجلسة اسمه؟ الصحافة الصحة النفسية. أيوة. راح تكون الجلسة بعد 3 دقائق. جميلة والله الفكرة. بنطلع من هنا على طول عندكم نحضر الجلسة. وغيرها في من الأشياء اللي فعلا كان جميلة ومعلومة، إن هناك 4000 مرض جيني وراثي في العالم. لكن الأمراض اللي يتم العمل على إيجاد حلول لها اللي هي 40 مرض فقط من 4000. وكانوا ينادون المتحدثين أن يجب أن يكون هناك بنى تحتية لهذا المجال، وأن هي أرض خصبة لكل من يبي يبتكر يبي يدرس مجال علم الجينات، لأن هناك يعني نحن نتكلم عن 40 مرض يحاولون يداولون الحلول أو أن يتعاملون معه من 4000 مرض. وكان يقول إن لازم يكون في الذكاء الاصطناعي في كل العالم، إنه ما يكون مركز على العلاج في دولة معينة، لكن الكل اللي في العالم كل سكان الأرض ممكن يستفيدون منها. طيب أسماء، أبغي أسأل يعني بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي اللي يبغون يتابعون أعمال أو الجلسات اللي تقام ضمن هذا المنتدى، كيف ممكن يعني؟ كل الأشياء أول بأول يتم وضعها على تويتر. الجلسات كلها بعد نهاية كل جلسة يتم وضع ملخص على الانستغرام مع صور المتحدثين وعنوان الجلسة وملخص بسيط يعني من عدة سطور، ان الجمهور يقدر يعرف ان شو الاشياء اللي كان يعني يتكلمون عنها بشكل عام. ما بتنقلوا لنا لايف شيء من الجلسات من المواضيع؟ من الجلسات احنا قاعدين ننقلها على سناب شات، فنتمنى ان الكل يتابعنا على سناب شات على حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_دبي. إن شاء الله. جميل جدا. إذن هذه دعوة لجميع المستمعين اللي حابين يتابعون معظم الجلسات وآخر وملخصات عامة، أن يتابعون حسابات هيئة الصحة اللي هي DHA_دبي في هاشتاج معين. الهاشتاج هو DHF2018. ونتمنى الناس حتى لو اللي مو موجود معانا انه يشارك سواء بمقترح او بافكار، نقدر حتى نحن ناخذها لسنة الجاية ونحولها لاصحاب القرار عندنا او العاملين على هذا المنتدى في تطويره وكيف نقدر نطوره. فنحن نتمنى ايضا من الجمهور المتعاملين او من المستمعين انه يشاركون ايضا بافكارهم اللي تساعدنا في السنة الجاية نقدم لهم اشياء افضل وافضل. انزين، في شيء نسيناه تعرفين شو دكتورة ندى؟ لا ما تعرفين شو؟ ما قالت لنا شو اسمه رسالة هي رسالة هو رسالة صباحية ما الاسمه صحيح عطتنا اياها ولا مباشر. طيب شكرا لك اسمه وكل التوفيق لك، مشكورة ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. طبعا كان هذا يعني ملخص سريع لأهم المواضيع اللي قاعدة تطرح في هذا المنتدى القيم دكتورة. صحيح. طبعا محمود ما راح تحسون
قيمة المعلومات اللي فعلا احنا نقولها ولا نغطيها على السريع في صحة وسعادة لما تروحون تحضرون، لان فعلا في جلسات جميلة، وترى جلسات محمد مو طويلة، معظمها 20 دقيقة نص ساعة، ما تطول وايد، فروحوا احضروا واستمتعوا بالمعلومات. 40 بعضهم بس حلو يحاولون يختصرون عشان يعطون المعلومه المركزه للناس. لا انت قصدك ان الجلسه هي لو ساعه مر عليك مثل 20 دقيقة. شكرا شكرا جزيلا. عموما اذا هنالك العديد من المحاور اللي تطرح في هذا المنتدى، من ضمنها الشباب والرعايه الصحيه، الاستثمار في جيل الالفيه، في هنالك محاور خاصه بتمكين الشباب كذلك، مباني الصحيه، مباني الخضراء، الحياه، رفاهيه الأسر من الناحية الصحية، يعني مجتمع أكثر صحة وسعادة، فكلها محاور، هي محاور الساعة، يعني هي المحاور اللي يدور حولها النظام الصحي في مو بس في الإمارات، في العالم جميعا تناقش منتدى دبي الصحي. والأجمل فيها مشاركة يعني العديد من صناع القرار وراسمي السياسات والمخططين في مجال الصحة، وأيضا دكاترتنا الحلوين الجميلين اللي يشاركون باختراعاتهم ابتكاراتهم. عندنا الدكتور الصفدي كان مشارك بهذه التقنية التي يعني سميت باسمه نظرا لهذا الابتكار، والتي يعني حقيقة يعني ما كانت بتصير بشكل كبير لو ما كان هنالك يعني بيئة جيدة لهذا الابتكار. في عندنا بعد دكتورة بعد دكتورة صغيرة عسولة، هي صغيرة جدا لكن مبتكرة بطريقة جديدة في علاجات الأسنان، هذه ما سلط الضوء عليها إن شاء الله قريبا عبر برنامجنا صح وسعادة، دكتورة وفاء البلوشي إذا ما خانتني الذاكرة. أيضا يعني مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأطباء اللي قدموا إلى دولة الإمارات من مختلف دول العالم، تقريبا 18 دولة مشاركين معنا في هذا المنتدى، 35 متحدث، ويعني حوالي 20 محاضرة وحلقة نقاشية، 8 ورش عمل تفاعلية. كل هذه الأمور أثرت أعمال المنتدى وطرحت مستقبل الرعاية الصحية الأولية اللي تسعى لها إمارة دبي لتوفيرها، وأيضا أن تكون يعني أحد يعني من يقود، قولي أقول أنا قول. من يقود الصناعات والابتكارات العالمية. صحيح محمد، واحنا طبعا معروفين دائما بان احنا سباقين، يعني احنا الاشياء اللي نشوفها منتدى دبي الصحي في بعضها لم تطبق ولكن في طور تطبيق، فاحنا نعرضها عشان نكون دائما في المركز. وفي اشياء من الدوره الاولى كانت مطروحه والحمد لله استطعنا تطبيقها. شكرا لك دكتوره ندى. شكرا لك يا محمود. اذا كل الشكر لطاقم البرنامج، كانت معنا في التنسيق اليوم تعبناها اميره الاغفلي وايضا ناصر السليمي، جزاك الله خير، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، هذه تحياتنا، ونقولكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.